دكتور محمد. يا اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام يا فندم وكل ضيوف حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني زي ما حضرتك شايف احنا بنتكلم بشكل عام عن بدل العدوى 19 جنيه، معانا حالتين، زوج دكتوره هبه اصيبت بميكروب شديد الخطوره، ومعانا كمان شويه كان دكتور دخل وتحدث برضو عن اصابه شديده الخطوره. اجراءات مكافحه العدوى في المستشفيات واصله لحد فين؟ وهل هناك يعني بتشوبها بعض المشاكل في بعض الاماكن وخصوصا الحكوميه منها؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أنا أشكر حضرتك على الموضوع المهم ده جدا. طبعا موضوع بدل العدوى يا فندم هو مش تخصصي للأسف، اللي هو الشق المالي. بس اللي أنا أقدر أقول لحضرتك عليه إجراءات مكافحة العدوى في المنشآت الصحية اللي تابعة لوزارة الصحة والسكان. طبعا هو إذا كان كنا بنتكلم على حاجة من نجاحات مصر ونجاحات وزارة الصحة، فهو من سنة 2002 واحنا على الطريق الصحيح. قبل 2002 ما كانش في حاجه اسمها برنامج قومي لمكافحه العدوى. بدانا في سنه 2002 البرنامج القومي لمكافحه العدوى على ضوء طبعا تفشي السايلنت ابيديميك بتاع فيروس سي اللي كان موجود في مصر وكل الناس كانت بتحذر منه. بدا البرنامج في سنه 2003، بدانا ندخل كل المستشفيات اللي تابعه لوزاره الصحه على فيزس او على مراحل. من سنه 2003 لغاية 2008 دخلت كل المستشفيات المركزية والمستشفيات العامة، ومن 2008 وطبعا دخلنا جهات تانية وحتى شاركنا بالتعاون مع الجامعات المصرية، جامعات كبيرة زي جامعة القاهرة وعين شمس والاسكندرية وطب الأزهر، ان احنا يكون في برامج مماثلة موجودة في بلدنا. طبعا يعني الكمال لله وحده، بس اجراءات مكافحة العدوى سواء الاجراءات او الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى هي مطبقة لحد كبير وبشكل فعال في مستشفيات وزارة الصحة. يكفي ان احنا في بداية البرنامج القومي لمكافحة العدوى كان التقييم يتعمل من خبراء خارجيين ومن اساتذة الجامعة، بيقول ان التعقيم ما كانش بصورة كويسة في معظم المستشفيات، ما كانش تفعيل لاخصائيين مكافحة العدوى. افضل. طيب لو هكلم حضرتك عن التقرير اللي بتصدره وزارة الصحة فيما يخص اجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات، نسبة التقارير دي قد ايه في الالتزام بهذه الاجراءات؟ أقول لحضرتك حاجة، مكافحة العدوى بتتقاس بطريقتين يا فندم، لا إما البروسيس إنديكيتور إن هو في فريق من الوزارة ومن مديريات الصحة بيعدي على المستشفيات وبيقيم الأداء بتاعها وفقا لنموذج تقييم خاص بإجراءات مكافحة العدوى، نموذج متكامل. والجزء الثاني إنه إحنا بنقيم عدوى المستشفيات وبنعمل المعدلات بتاعتها. بالنسبة لحضرتك بتسألي عليه اللي هو الحاجات الأوبزرفيشنال أو إن إحنا بنقيم التزام العاملين بإجراءات مكافحة العدوى، فهو إحنا بدأنا بقول لحضرتك من 2003 كان متوسط مستشفيات مصر حوالي 19%، إحنا دلوقتي وصلنا ل 68.9%، يعني ما يقرب من 70%. بشكرك شكرا جزيلا.